هي على قلبي ان شاء الله، والله قلبي مثل النار عليها. كيف سيدك؟ منيح سيدي، بس بيني وبينك والله ما لازم يزعل. ايه ما لازم يزعل، بس بدك اياها تصبط انه ما يزعل، كل شيء بزعل. سوريا مريني ستي. كتر خيرك يو. على شو ستي؟ شو على شو؟ لولاكي كان ابو نزير قتل لملك، وكانت ملك بعيد الشر هلا، يا اما بالتربه يا اما بالمرستان. بعيد الشر عن قلبه. ستي انتوا اهلي، انا بحبكم كثير والله، بفديكم بعيوني والله. لا تواخذينا، يمكن فهمناكي غلط، سامحينا. سامحينا. ملاك يا عمي، ملاك. ظاهر بتصدق انه مشتهي موت وارتاح من هالعيشه؟ اوف ليش؟ لما اللي عم يصير بالبيت بيخلي الواحد يكره عمره. بس شو عم يصير؟ ما بحسن احكي لك، بس كله من جدي، ان شاء الله يموت ونرتاح منه. اوف، عم تدعي على جدك؟ ايه ان شاء الله يموت. لك ليه كبيتها؟ لسه ما خلصت. في واحد جاي من بعيد خايف يكون بيعرفنا. ليه؟ والله ما يعرف جدي انه عم دخن لهلكها للمامة، وهي طالعه هي اللي علمتني عدتهم. خلينا نمشي هلا، ايش كان تاخرت على البيت ليتبلى المامة، وابي ضعفان مو ناقصه هزه بدان. يلا امشي امشي. عمي هذا انت؟ الله لا كان جاب الغنى، شو بدك لشو جاي؟ ما بكفي اللي صار لابني بسببك؟ ولك عين تجي لهون؟ عمي انا والله قلت له العربي انه ما كان بدي يحفر الحيط، بس هو كان ينقال اقوالك وينشغل بالك على حالك يا قليلة التربية والشرف. اسمعني، اذا مفكرة حالك رح تزوري عمتك هون بالبيت بتكوني غلطانة. بعد اللي صار بحط رجلي بظهرك وظهر عمتك اذا بتسمح لك تفوتي.